الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي هي تابعة إلى وزارة الصحة، تأسست سنة 1990 برئاسة البروفيسور مصطفى خياطي، وكان مقرها الأول في مستشفى سليم زمرلي بالعاصمة الجزائر. أهدافها تطوير الصحة والبحث العلمي، لها نشاطات في المجال الخيري وبالأخص فئة الأيتام، وكان لها دور فعال في فترة التسعينات في احتضان العديد من أطفال الضحايا، ولها العديد من الفروع: فرع طب العيون، فرع طب الأذان، فرع طب الأطفال وبالأخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي يوم 1 فبراير 2024 اعتمدت الهيئة الوطنية فرع الطب التكميلي برئاسة الأستاذ رابح طيباوي، ويهدف الفرع إلى تنظيم مجال الطب التكميلي وجمع المعالجين من أجل تنظيم المجال والعمل على إبراز الطب التكميلي في الجزائر.